مرحبا. اهلين. هون بيت الست ام مسعود؟ اي نعم. مين بريده؟ ابني طلعت ساكن عندكم هون. ايه. ممكن تندهيله اذا سمحتي؟ على عيني. يلا مروه، يلا يلا يا جماعه، ما برد الفول البيضه، هلا تبرد امتنا. يلا. ايه قوم ابوك عم يستناك على الباب. بيي بلشوا بلشوا انتوا بلشوا، يمكن الحديث يطول. طلعت، خلي ابوك يتفضل، مو حلو يضل على الباب. ولك يا عيب الشوم عليك، يا اسف واسف امك على هالتباين. ليش هيك عم تحكي؟ انت بدك تخجلني قدام اهل الضيعه يا ولد؟ بدك توطي راسي قدام عمومتك؟ ولا شو عامل مع ابن عمك سعيد؟ يا بي هاي قصه بطول 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 شرحها، انت حمل حالك وروح الضيعه وبس اني انزل بحكي لك. وحك اللي تحك بدنك ما تلاقي له دواء. ولك شو بدي ارجع اقول لعمومتك اذا سالوني؟ ها استاذ طلعت، تفضلوا لهون، ما حلوه وقفتكم قدام الباب. مين هاي؟ ام مسعود صاحبه البيت. ولك يا عيب الشوم عليك، كلمة تفضل ما طلعت من ثمك، اجيت من الغريب يا حيف. بعد هيك بعد. مرحبا. أهلين. 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 لا قيامة عن الطعام، تفضلوا ارتاحوا. تفضل أبو طلعت، تفضل على الفطور. عبدو ناولني هالكرسي. بيكون عسير. تفضلوا يا جماعة، تفضلوا. هالمرة ما حدا بيقوم غيري. يلا يا جماعة بلشوا بالأكل، والله مو طيب إذا براد. بلشوا على دور عبده يعني. أنا بكون جدا لزينة. أهلين وسهلين، تفضل شرف. لا شكرا كثير، بس لو سمحت تندهلي إلا شوي. إيه على رأسي. برد الأكل، أنت بدنا ناكل. أنسة زينب، جدك. جدي؟ بقى قلت لحالي ليكون لازمك شي، ناقصك شي. لا جدو، مو ناقصني شي بنوب، مو ناقصني غير سلامتك. أكيد. إيه أكيد. طيب أنا لكان لحروح، إذا لازمك شي ناقصك شي مصاري يعني بس تلفني لي. إيه ماشي جدو، شكراً كثير. طيب شلون شايفتي السكنة هون؟ أريح من الفيلا يعني؟ ماشي حالة. هاي الست صاحبة البيت شو كان اسمها قلتي لي؟ أم مسعود. أيوة أم مسعود، شلون منيحة معك؟ ماشي حالة، بتجنن. زينة عزمي جدك يفوت، ما حلو وقفتكم قدام الباب. هي هي؟ أي جدو هي. والله فرصة نتشكر الموصية فيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. خليكم مطرح كلها قيامة عن الطعام. تفضل تفضل تفضل. شرف انا بدبر حالي. اهلا وسهلا، تفضل. بعرفك جدو، خالتي ام مسعود. كيفك يا ام مسعود؟ جدو ابو معروف. الحمد لله، اهلا وسهلا. حماتك بتحبك يا ابو معروف، تفضل على كيس المعزيم. ايه ها هذا فطور لك، اكل رسان وزبده وما بعرف ايش. شو يا جماعه بدكم تروحوا تتفرجوا علينا؟ مدوا ايديكم. الوزير ارحم حالك، يعني اذا اخذت كل هالوقت بكتابتهم قديش بدك لتقراهم؟ لا تخافي علي، انا هلا عم اكتب كل شيء عم يطلع براسي، بعدين اللي ما بيزبط على القافيه بحذفه. على القافيه؟ شو عم تكتب؟ شو عم بكتب يعني؟ عم بكتب شعر. بدك تقول شعر بام مسعود يا ابو ودي؟ وانت الصادقه بدي اكتب شعر هجاء، يعني قد حزام بام مسعود، بدي انت فريشه نتف، وبالمقابل بدي استنهض همم رجال الحاره، لانه الشعارات والكلام العادي ما عاد ياثر فيهم. ايه اكتب لهم شعر احسن. شو قصدي؟ قصدي انه صار لي عمر انا وياك، ولا مره بحياتي عرفت انك تكتب شعر. ومين قال لك اني بعرف اكتب شعر؟ بس احيانا في بعض المواجهات بتتطلب هيك استفزاز الطاقات الكامنه عند الشخص. دخلك انا ولا مره استفزيت لك طاقاتك الكامنه؟ لك مو وديع، شو بكي؟ شو صاير لك؟ اخ اخ راسي. سلامتك ابو وديع، سلامتك، الله يخليك. لا تعصب انت، التعصيب والصوت العالي ما بيواتوك. لك طالما بتعرفي هالشي ليش عم تعصبيني؟
خلص التوبة، أنا بس والله من زعلي عليك. أختي لا حدا يزعل علي، أنا قد وقدود. طيب أبو وديع الله يخليك، قل لي شي بيت شعر من تأليفك. إن العيون التي في طرفها حورون، قتلنا ناس ثم لم يحن قتلانا. انبسطتي؟ على شغلك ورا الناظور. يلا حاضر. تأمر أمر. بس ولا حرف ولا حرفة. ابن عمكم متفقين احنا واهله تسكنوا سوا، بصير تتركوا بالمدينة الجامعية لحاله وتجي تسكن هون لحالك؟ يا بيجي يا حبيبي يا عيني، أنا ما تركته، بس القصة وما فيها. القصة وما فيها إنك وطيت راسي قدام عمومتك. نحن ما ربيناك وكبرناك ودخلناك الجامعة من شأن تتخلى عن ابن عمك. يا بيجي ما تخليت عنه بس. إيه حاجت بس. ليك معك من هون ليوم الخميس، يا أما بتجيب ابن عمك بتسكنه عندك هون، يا أما بترجع على المدينة الجامعية لعندي وأجرة للبيت ماشي. ماشي سعيد ماشي. عشان تكذب علي بقى، بعدك امبارح متعرف علي واليوم قاعدي بحضنك لشو؟ بحضني يا سوزان؟ اي يعني الا شوي بتقعد بحضنك؟ ليك خالد، انا هيدا الوضع ما بيناسبني بالمره، يا اما بتترك هيدا البيت يا اما بتجيبني بتسكنني فيه، وغير هيك ما عندي. الله يسامحك يا جدو، هذا اللي طلع معك. فوق مو جاي اطمن عليك. جدو ما في داعي تجي، فيك تطمن على التليفون. هلا بشو ازعجتي جيتي؟ لا جدو ما ازعجتني جيتك، بس انت ما انتبهت على خالتي ام مسعود كيف كانت عم تطلع عليك من تحت لتحت. بالله هلا شلون يعني ام مسعود عم تطلع علي من تحت لتحت؟ ولك تضربي انت وهالقرعة؟ شو طلع لنا من نقى؟ شو بعرفك خالتي انت؟ شو بعرفك؟ لو منقينه انت نقايه بجوز يطلع نفس الشيء ولا اضرب؟ شو بيعرفني؟ بس اذا كل واحد منه بده يجر لي عائلته ورفقاته مصيبه. لا مصيبة ولا شيء خالتي، بس معلش كونه اليوم أول يوم مرقي لهم ياها. خطي مو بكرة الصبح بتجتمعي فيهم بتحطي عليهم شروط اللي بتناسبك وتريح لك راسك. اللي بيعجبه أهله وسهلا فيني، ما بيعجبه يعمل حاله ويمشي من هالبيت. هو هيك ها راحوا الضيوف. شو عرفك؟ صار الباب مفتوح ومسكر مرة ومرتين وثلاثة. ولي علاقتك شو قوية، لك ما بتفوتك الفايتة. يلا اطلعي قلي لهم خليهم نطفوا غرفهم ويرتبوها. خلص النهار لسه ما بلشنا. على راسي. يا شباب يا صبايا يا صبايا يا شباب، بتقولكم ست ام مسعود يا ريت بلشوا تنظيف غرفكم، بالمناسبة الشغلة رح تكون جزء من الامتحان اللي اتفقنا عليه تبع الشهر الاول، فجدوا همتكم. شو خلصت؟ اي نعم خلصت. إيه انا كثير جا على بالي اسمعه، اقرا لي قبل ما تروح. لا لا ما في داعي، راح يصلك صوتي لهون. حاكم صوتي ممكن يوصل لمشارف القمر، تعرفي ليش؟ ليش؟ من شدة الشحنة والغلواء اللي بداخلي. انصت. مهلك يا حب علي، أنا مش قادر على بعدك. إيه لو والله ما بتشتغلي أنا بشتغل عنك. لا شو هالحكي؟ هي غرفتي وأنا بدي رتبها. أي مين قالك إنك ما رح تشتغلي؟ لا تكوني بدك تشغليني بغرفة عبدو لتمروة. لا والله لا والله. ناوي شغلك بس بشغلك. وشلون بقى؟ يعني انت بتعزفين على الكمانجة ونحن بنشتغل؟ لا لا الكمان ما نو جاهز. يا حاجتك بقى بعمرك لا تقول لا المغني غني ولا رقص ورقص ولا العزيف عزوفي من عندي. يلا يلا الله يخليك الله يخليك. يلا هدول قرايبينك ما؟ اي منهم سيد الوالد؟ ما حدا سيد الوالد، اصلا هدول مو قرايبيني، بس فيك تقولي هدول عيلتي. ايوه
حارتي ويا عزة الحي ورجاله يلي ولو مال الصخر سبتوا وما مالوا. البأس والمعركة بالحي واللي ناموا على الظلم بيروحوا بشربة مي. بالماضي سامحنا، بالماضي نسينا، واليوم أم مسعود عم تقوى علينا. قوموا يا رجال هبوا، والمجد سلكوا دربوا، ولا تصيروا مثل الجنود بنص المعركة، بنص المعركة هربوا. إذا صوتك مبحوح. لا مو مبحوح، مو مبحوح. قلت لحالي بعطيك سكر نبات. ايه هاتي هاتي. تفضل. شوي شوي عسنانك. شو شفقاني علي؟ أعوذ بالله، أنت بينشفق عليك. أنا كان قصدي أقول وليش لحتى ينشفق عليك؟ ما أنا يا مودي ما بينشفق علي، أنا رجال قبضاي وزقرت ما بينشفق علي. معلوم شو لكان، بس أنا يعني استغربت ليش صوتك مبحوح. معلوم بده ينباع. قليل الخطبة النارية اللي فقعتها بين أهل الحارة امبارح. وإمتى اتفقتوا تروحوا تقلعوا سكان بيت أم مسعود يا رجال؟ سكتي ما حدا رضي يروح. أوف، وليش بقى؟ ما كل عمرك بتمشي وبيمشوا وراك يا زقرت. وأنا هيك كنت مفكر، بس الظاهر التغييرات اللي حكيت لك عنها بلشت تغزيهم حتى لهم. إيه شو بدك فيهم؟ أنت لحالك قد وقدود لأم مسعود يا أبضاي. المشكلة إنه موازين القوى كلها تتغيرت. شلون يعني؟ يعني كنا نحن جبهة، بس هي بعد ما أجرت بيتها وخزلوني أهل العار صفوهن الجبهة وأنا لحالي. شو ناوي تعمل؟ استطلاع. أهم شيء الاستطلاع بالحرب الحديثة. بدي أشوف مين هي العناصر الفايتين جديد على الحضرة، براقبوا بدرسوا شو بيحبوا شو ما بيحبوا، وين نقاط ضعفهم وين نقاط قوتهم، من شو بيخافوا من شو ما بيخافوا. وإذا حطيت إيدي على الصخرة الضعف بقدر أتسلل من خلالها لخلف خطوط العدو، وساعتها أتحمل إذا فيك تحمل. ولك لعيونك أنا اللي بتحمل. مو انتي
مسعود. وشو ما بدك مني أنا جاهزة؟ مبدئيا ولا شيء. وأنا جاهزة، قصدي والتقرير. لا لا لا، لاحظ لك شغلة، إنه يعني هون مراقب ما عاد تسوى. لازم نلاقي طريقة نروح لقلب الحدث لبيت أم مسعود. كتير حلو، بس شلون؟ ما بعرف، بس عم بفكر إنه لاقي لي شي عميل سري. هاد أنتن هون يا أمو. شو يعني؟ هلا أنتر بالأجنبي يعني ادخل، فون يعني داخل، أنتر فون يعني جرس. اليوم الصبح ركبته وما تقوم تفتح لكان. هاد أبو وديع، مالي خلقه هلا. وشو عرفك إنه أبو وديع؟ آه ليكو طالع قدامك على الشاشة. لما يمكن شافني. ها لا يا ما بشوفك، ما في شوفك. لك شو بتطلع على التلفزيون يا مو؟ هاد مو تلفزيون، هاد مينيتور، في كاميرا تحت عباب الزقاق تنقل الصورة لهم. وليش بقى هي؟ مشان مو من مكان نقعد ندخله لعنا. التكنولوجيا في خدمة الإنسان يا مو. وهي التكنولوجيا بتفتح الباب عنك كمان؟ لك شوفي. أهلين أبو وديع. لحظة، فوت فوت، الباب مفتوح تفشو. ما تدبرها. شو حاطط قدام الباب؟ شو حاطط؟ انترفون. شو حاطط يعني؟ بعرف انترفون. شو مفكرني اجدب مثل حكايتك؟ بس شلون عرفتني بدون ما احكي؟ اني حاطط كاميرا تحت عباب الزقاق واصلها بهي الشاشه. لعمة يخزي العين ابو وديع، بيقولوا يخزي العين. اهلين 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 اختي، ما قدمت تدبرها. امطاري ابو وديع امطاري. ايا يكون، زكاة عينك، الحشيري حالك وقفيلي قدام الكاميرا لاشوفكم. يلا تكرمي عيونك. هيا لك نزلها لأمي توقفها قدام الكاميرا. أخي دقيقتين ما نشوف فعالية الجهاز. شو بها أمي كمان يعني مع حلوتها؟ أخي قديش بيسوى هذا؟ والله هدول بيكلفوها. قدي يعني؟ يعني هاي القطعة مع هاي القطعة وإجر تركيبه. يعني شو بيطلعوا هدول؟ والله بيطلعوا. ها بيطلعوا مني. ايه حلو. هيك ها طلعي بيني. لا إله إلا الله. شو؟ طلعي امي طلعي، خلصنا بقى طلعي. دخلك هاي القطعه بتيجي معها؟ هاي الحمراء. هاي القطعه الحمراء. اي لا هاي ما بتيجي معها. ايوه معناها هاي بتيجي معها كمان. هاي ما بتيجي معها. لا لكن شو بيجي معها؟ هاي هاي بتيجي لحالها. لحالها هي والكاميرا المركبين على باب الزقاق. دخلك هي موصوله بسلك مع الكاميرا لهني؟ لا لا هاي لا سلكي. شو هالحكي؟ لا سلكي. حلو، هذا هو المطلوب. شفتوني على التلفزيون؟ ايه بتاخذي العقل وتجيبي لنا كاستين شاي بطريقك. شايف يا ابو وديع؟ شايف هالعبقرينو اللي عندي؟ 100 مره قلت له سافر على الخليج، ما كان صار وتصور. لك ليش يسافر؟ ايه حط ايده بايدي لخليه يصير ويتصور وهو قاعد هون قدامك على الكرسي. ها والله والله عم تحكي حاجة. لكن يلا وايدك. ايه اخي دبرها لك كل للدين. وينك؟ أنا جاي لعندك لأنه بدي ركب من هذا الأنترفون. شو هالحكي ها؟ من شو هلا عرفتون لسه عليك تركب منه؟ ولو كان أخي، أنا عم فكر الموضوع صار لي 3 أيام، كنت بدي ركب هذاك منه. أنت لما شفت هال تبع أبو كاميرا قلت لا هذاك بلا. تكرم عينك، أنت ما بدك أنا جاهز. بس وينك؟ الشاشة عندي والكاميرا والأنترفون بقرنة تانية. ها طبعا بقرنة تانية. لكان وين؟ بس مو متمانك حاطط انت قدام الباب. لا مو متمانك حاطط. لكان وين؟ ببيت ام مسعود. شو هالحكي ها؟ شو جنيت؟ اشتغلت شو جنيت؟
شفتي 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 ضليتي تقولي اهل الحارة واهل الحارة، هي اجرتي بيتك ما حدا استرجع منه اني فتحت له بكلمة. إيه لهلا لا، بس فكرك ابو وديع رح يسكت على اللي صار؟ ما رح يسكت، وخصوصي إذا ضل بيتنا قايمة قيامته مثل امبارح واللي فايت فايت واللي طالع طالع. والله بحي معك حق، إذا من أول يوم إلهم بهالبيت وإجاهم كله ضيوف، بكره بعد شهر زمان شو رح يصير؟ ما هذا حكينا يا مروشة، خلينا نقعد معهم ونحط النقاط على الحروف. إمتى باب زقاق لازم يكون مفتوح وإمتى لازم يكون مسكر، وإمتى الزيارة مسموحة وإمتى لازم تكون ممنوعة، ومين للقرايبين اللي مسمح لهم يفوتوا على البيت ومين يلي مو مسمح لهم، وهيك منضمن إنه لا أبو وديع ولا حدا من أهل الحارة بيسترجي يفتح تمه بكلمة أو يمسك علينا مستمسك. والله يا خالتي أم سعود بلشت تخططيها؟ لكن اتعلمت من هالمكيود أبو وديع. يبعت لحمة مثل شرشبيل، بس أنا شو ما قالي فضل يعني؟ ولك تقبريني، أنت إلك الفضل كله. قومي أبام جيبي ورقة وقلم خلينا نسجل الشروط. إيه على راسي. هاي اسمه تجسس، تلصلص على الغير، يعني جريمة بيعاقب عليها القانون. لك يا حبيبي انت شو فقرة معك؟ انا بدي اتعاقب ولا انت؟ انت انا خلاص ليك، انا اذا كان كمشوني وانكشفت لا سمح الله صدقني ما رح جيب سيرتك ابنه. يا اخي ولو ما جبت سيرتي هني رح يعرفوا. شلون رح يعرفوا بقى؟ مين رح يركب الانترفون عنده؟ انت شفت شلو؟ اخي خلاص انا رح لاقي لك حل. ابو وديع انا ما عندي مشكله حتى تيجي حضرتك تلاقي لي حل، الشغله ما بيشتغل هو، البيوت الى حرمتها يا اخي. وحارتنا ما لها حرمه يعني؟ ما بحق لأهل الحاره يعرفوا شو عم يصير ورا حيطان بيت ام سعود؟ بعدين حبيبي انا ما عم اقول لك حط لي كاميرات بغرف النوم، لا عم اقول لك حط لي كاميرا هالقد صغيره بارض الديار شو فيها يعني. ماشي فكره الكاميرا قيمها من راسك، بدون علم ام مسعود وسكان بيتها يستحيل. طيب اخي الصوره بلاها، ما عاد بدنا صوره، ريحناك هيك صوره ما عاد بدنا، خلينا على الصوت بكفي. ولا الصوت. لا خلصنا بقى دبرها خلصنا، شو شايفنا عم نجسس لمصلحه عدو خارجي لا سمح الله؟ والله وكيلك كل شيء عم سوي مشان اهل الحاره، انا كل اهل الحاره بحق لهم يعرفوا شو عم يصير ببيت ام مسعود، هذا بعد ما سكرت الباب عليها وعلى المستأجرين اللي عندها، والله بيعلم شو عم يصير هنيك. يعني أنا الحق علي إني ركبت هالأنترفون الزفت. والله لو عارفك بدك تجي لعندي وتستلمني هالاستلامة ما كنت ركبته من أصله. لك شو بدنا ندبرها؟ بدك تزلني مشان هالشغلة يعني؟ هذا مو سنزلك يا أبو ودي، مو سنزلك، بس هذا الموضوع تحديدا يستحيل، حتى إذا وافقت ركب لك يا جوا الموضوع من بالبساطة. ليش بقى؟ ليش بقى؟ مين بده يزرعه بأرض الديار؟ لا تاكل هم، هي عندي. أيوة، مين بده يشحل البطارية؟ عندي هي كمان. ومين بده يولف ال... لا عندي. ومين بده يمد السلك؟ عندي طبعا. هي كمان، لا تخاف. بدك تورطني أنت أبو دي؟ لك ما رح ورطك ولا شيء، قوم جيب لي إياهن وعلمني كيف بنوصلوا، يلا بقى. يلا. طيب بالنسبة للشيء هي بالذات عندي ولا يهمها. خلاص استني 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 شوي خالتي، استني شوي. مشي مشي الحم. هلا قولي لي كم شاب طلعوا؟ لحظة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26. قولي كتار مو كتار؟ ايه فينا نختصر منهم شوي. مثل شو يعني؟ مثلا 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 الشرط 19 اطفاء الاضواء في الغرف في توقيت محدد، يعني بتعرفي خالتي هدول الطلاب بجوز يضلوا للصبح سهرانين وعم يدرسوا. ستي يدرسوا بارض الديار على ضوء مشترك، يعني مو ضروري كل واحد يشعل لي لمبه بغرفته لو شاش الاصباح، بدي اخذه منهم بدي احطهم فواتير كهرباء. ما بعرف مثل ما بدك، خلي شو في غيره؟ الشرط 13 الدخول والخروج الى دوره المياه في توقيت محدد، ايه نحن شو بدنا فيهم؟ امتى فاتوا امتى طلعوا؟ خلص اشطبي احنا نقعد عليهم راقوا. يا غولي. ايه حبيبي. ايه ايه معلم. لا لك شغله، تعال قلنا هذول محيطها ايوه 4 متر. حلو. شو يعني محيطها؟ يعني 4
باربعة 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 هيك ممتاز. هلا مداها 100 متر اف ام. ها ممتاز. بس صار ما صار شيء لا سمح الله ما بجيب سيرتي. مين ما سألني ابو وديع اشتراه مني ما بعرف مشان شو. اي خلص خلص بس أيوة. المشكله انا بدي اعرف كيف لاقي لها حل هي شغله شحن الميكروفون. هلا عاده من الافلام الاجنبيه الجاده الافلام اللي هيك يعني بيزرعوها بقطعه موصوله بالكهرباء حلو مشان تبقى مشحونه طوال الوقت. يعني مثلا مثل شو مثلا؟ هلا ممكن لمبه لمبديره تريا. اي حلو حلو تريا ممتازه تريا. سلام ما حاسبني ما في مشكله. خالتي سوي المحاشي ولا لسه؟ هلا عم حطهم على النار. هلا ايش بدي ساوي؟ طابخه انا لقبيله أربعة فوق واثنين تحت شبنا والله الشباب بياكلوا الحلفة. لحظة خالتي منين اثنين تحت ولا عبده مو محسوب بيناتهم يعني مو شب مثله مثلهم ثلاثة؟ ايه عبده بيكون بالقهوة. ايه وإذا كان خالتي يعني نبعت له حصته لهنيك معلش أنا مو مشان شيء بس ديمقراطية حلوة كمان. بس بدي أفهم شلون بتحفظ هالكلمات. يا لطيف يا خالتي يا لطيف بدي حفيظة بالدنيا ما في بس أبي الله يسامحه لو خلاني أقدم بكالوريا كنت مثلي مثل زينة هلا عم بدرس جامعة. ما صار شيء قدمية سنة اسمه في عنا طلاب بيساعدوكي. يا ريت يا خالتي يا ريت طلعوا ايدك. لك انا شو دخلني شو بدي اقدمها عنك. لك لا مو هيك قصدي بس اذا اهلي تركوني عندك اليوم ما رح يتركوني لبكره. خلص خلص ولا يهمك. انا بحكي لك مع امي. ايه على اساس امي يعني شو لها كلمه عنده. وابوكي ما بيسمع لي الا بحاله وحده. شو هي؟ بنقول له انه انت عم تفكري بقصه الجوازه من اخو عمي ابو مرعب وامي اضطر يخليني طول باله. شو قلتي؟ ايه لا ما حذرتي. تصفلي انا من شاني. خليك عم تعززي اصلا مو بقي له شيء لحتى يرحم. يسألك ابو محمد شلون صحه المستاجرين الجدد اللي عند ام مسعود؟ شو بعرفني ما سالتهم. هيك من بعيد لبعيد باين عليهم شيء. يرحم مواتك ابو فهد. لك تعيش وتترحم. يرحم مواتك حاج تسالني. انا شغله هدول المستاجرين كلها ما حبيتها يعني بصراحه لولا النكايه بابو وديع انا ما كنت سكتت. إيه لك بس فاتت النكايا خود على الدواوين وحكايا. يا حرق حريشك على الاذنين ما بتفوتك كلمه. لك قال عبدو سكنتهم مسعود عندها. إيه لك والله اصيله يا الام مسعود لمته من الشارع وحوتوا عندها بهالبيت. يا خوف يكونوا كل المستاجرين هيك لملمه بالشارع. لك لا لا اخي ام مسعود كان قصده يعني هي تسكن طلاب يعني جامعه يعني ناس يكونوا كويسين ومتحضرين. ايه بس يعني شو بدنا نسوي كمان هذا اللي صار. شوف لي هالعينه هي. اعوذ بالله. بونجور. بونجور. في انترنت عندكم؟ انتر شو؟ انترنت. مري يا عيني. كنت عم اسال اذا في انترنت هون. لا والله ما في. في شاي قهوة مليسة كمون ليمون زورات. عنجد؟ تفضلي. شكرا. ليل مع السلامة. خلصنا بعد دبرة ما حلوة البصبصة لهالدرجة. يا ما من بصبك. لك شو عم تساوي؟ عم نصفه. بشو؟ فيك عم ناصي. نعم ترى إذا بدك تركب انترنت عندك بالقهوة بنخدمك بعيوننا. شو 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 بدي ركب؟ شو وضح كلامك ما عم انترنت شبكة. لك شو شبكة ما شبكة وضح شو يعني شبكة وانتر و تفضل شرف اشرح لك. عزوز اعطينا شاي بعد نشوف. يلا صار يطلعوا لي حركات انتر وانتر و شو تجيب مرسلي لهون. مرحبا. اهلا اهلا استاذ خالد. اهلا وسهلا. كيفك؟ يا اهلا وسهلا. قلت عنكم اراجيل؟ إيه لك يا شرف شو بتحب الارجيله؟ تفاحه تفاحتين كراز كرازتين فخفخينا عجمي ما بتفرق معي. انا اللي بيهمني الطقس. ايه لانه في مرتفع جوي هلا بترطب هلا بترطب. لك لا 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 مو قصدي عن هذا قصدي عن الطقس اللي بتعمله الارجيله. يا حاجتك بقى استاذ خالد يعني اكبر ارجيله بتطلع قد هيك بدها تغير الطقس شو بدها؟ جيب ارجيله شو ما كانت تكون. ايوه ولله في خلقه شؤون.
يا دبرة يا دبرة، حاجة تتخلي بالتفاصيل اللي ما عم بفهم عليها شيء. اللي باختصار هالشغلة هي شو بدها؟ ولا شيء. أربعة خمسة. لك أربعة خمس شو رجلني؟ كمبيوترات وشبكة بيناتهم. طيب هلا هاي الشغلة يعني في إلها دخل في إلها مردود؟ هلا من ناحية فيها مردود، ترى فيها مردودها، بس لا بينما الناس بلشت تستخدم انترنت بيجوز تسكر القهوة عندك وتعمل بس انترنت. اوف 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 اوف، معناتها شغلة مهمة. بس بتعرف يعني اهل حارتنا عقلهم على قدهم، يمكن ما يفهموا بهيك شغلات. بيتعلموا ابو ناصر بيتعلموا. بعدين لا تواخذني، يعني ما ضروري يستخدموا الاجهزة بس للانترنت. لكان على شو بده يشتغلوا؟ ألعاب. هيوة. سباق سيارات. هيوة. مصارعة. هيوة. لكان عليم الله رح يصيروا يحجزوا عندك قبل بشهر شهرين وما يلاقوا مطرح. شو هالحكي؟ هيوة. ايه طيب لكان أعطيني وقت لفكر بالموضوع، قصدي يعني لا تستوي بمخي هاي شغلة الانترنت. صفون هاي. شو سيد خالد؟ شايفك مضيع بالقهوة. أهلين طلعت، تفضل. لوين يا حبيبي عم تعزمني؟ على القهوة، شرب لك كاسة قهوة. بالله لا يا حبيبي، شكرا، نحن طلاب علم. عن اذنك. عمر السلام عليكم. الله يعطيك العافيه. هلين ابو وديع، لساك زعلان مني؟ ما لا عادي، ما في شيء. لا مو عادي، اذا لساك مجافيني بيكون الحق معك، لأنه لو كنت مطرحك بعمل نفس الشيء. لو كنت مطرح أي واحد بالحارة بعمل نفس اللي عملوه مباري. يا عبدو تع حبيبي لعندي، تع عبدو. خير. مسك لي هي. مسك. أبو ديع لا تواخذني يا حبيبي. أبو ديع لا تواخذني يا حبيبي، لا تواخذني. دفت. سامحني سامحني يا أخي، سامحني. الله يخليك. أبو ديع شو دفت؟ هي تنفس ما بدك تنفس. يا حبيبي اذا كل من دق باب هالدار بده يقوم افتح. لا درسنا. طلعت اذا بتزيد احمل عنا الغراض. نعم يا حبيبتي نعم. شو مفتكرتيني عتال عندك يعني؟ لا يا استاذ، اذا انت عتال انا شو؟ ما بيهمنيش يا حبيبي، ما بيهمنيش. اسمع يا حبيبي، انت صغير ولساتك باول عمرك، لازم تفهم يعني اللي بتقبله على حالك مش بالضروره كل الناس تقبله. يعني انت حضرتك مش مقياس للبشريه، فلازم انت فيك حاجه تعطيه محاضرات تحمل عنه الاغراض. شو مشتري السوق له؟ شرفي هلا هون بدك تحط والله تعبت من اول الطريق لهلا وانا عاتلتهم. بليز 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 طلع لي اياهم على الغرفه. وين 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 راحوا استاذ طلعت؟ بس بدي طلع هذول الاغراض للانسي زينه لفوق على الغرفه. والله شو؟ صحيح احنا اجرناكم هالبيت بس البنات فوق والصبيان تحت، مفهوم؟ شرفتي يا انسي زينه، سببتي لنا بهدله من الانسي مروه، يعني رجعت على الغرفه وبدلت ثيابي وما احلاني. إيه شو الله بلاني؟ مزبوط مزبوط أنسة مروة، هو ما عليه حق، أنا طلبت منه يطلع لي الأغراض على الغرفة. والله أنت بالذات يا أنسة زينة، شلون بدك تنفتي بالاختبار تبع الشهر الأول؟ ما بعرف. سامحني يا عبدو، سامحني، يا عملت معك كبير كتير. لقد تركوا لعبدو رح تخنقوا للولد.